السلام عليكم ورحمة الله. درس اليوم عبارة عن تيكتس والباص، وازاي نشوف نتعامل مع التيكتس، وأي باص ازاي نشوف التيكتس يكون على هذا المسار أو على هذا الباص. فأول شيء نختار الباص والتيكتس، ثم تيكتس بوت اون تيكتس، ببساطة شديدة جدا. طيب البداية، لأن إن البداية هنا، فاحنا عايزين البداية تكون من هنا. ببساطة هنعمل ريفرس للباص، نقلب مسار الباص. فلازم نعمل كنترول زد بحيث ما يكونش فيه اي نتائج غير مقبوله، ونضغط من الباص ريفرس باص، ثم ناتي تاني مباشره تكست بوت اون باص، نجد ان هنا التكست بنفس الطريقه اللي احنا المطلوبه، نفس الطريقه المطلوبه، بيبدا من هنا وينتهي هنا. طيب بالنسبه لي الاستروك او الباص نفسه، ده التكست، ده الباص، كنترول شيفت اف، نقول ان مفيش ستروك، مش عايزين ستروك بحيث يختفي. بالنسبة لي التكست ممكن نعمل سكيل هكذا. بعد ذلك التكست ممكن نختاره طبعا، ونغير الفونت زي ما احنا عايزين. ف سورس هنا الفونت 22، لايت ايتاليك، ده كده بالنسبة لي التكست. وازاي نتعامل مع التكست، وازاي نتعامل مع البوس. طيب ازاي نحول تكست الى باص؟ طبعا لو حولنا التكست الى باص مش هينفع نغير في خصائص التكست، مش هينفع نغير في الفونت، مش هينفع نغير اي شيء في التكست، هتحول الى باص، جروب من الباص. هنشوف الكلام دلوقتي. ده كده عباره عن تكست ممكن اغير فيه، اغير الفونت زي ما انا شايف انه مناسب. ممكن اختار فونت بولد هذا الفونت، المسافات هكذا. غيرنا الفونت وغيرنا ده كده 20 بوينت، طيب غيرنا الفونت. نيجي بقى من تكست من اوبجكت او باص، اوبجكت او باص، اصبح دلوقتي ده جروب من 4. ضغط هنا كنترول انتر، دخلت كده الجروب. ممكن اغير مثلا ده كده احركهم، وده كده احرك دول، وايضا دولت احركهم زي ما انا عايز. اصبح ده كده دلوقتي عندي جروب. طيب احيانا طبعا بالنسبة للتكست ممكن اضيف ليه فلتر او ماتيريال، فمش لازم احوله الى باص عشان اضيف له فلتر. فلو ضفت برك اصبح دلوقتي ده تكست، ممكن اغير فيه زي ما انا عايز. ده كده بالنسبة لي تكست، ده لو هضيف له تكتشر او فلتر، مش لازم احوله الى باص. بالنسبة ايضا الباترن، لو ضغطت كده اوبجكت تو باتر، ضغط object to pattern، هاجي هنا على الفيل، اقول fill with pattern، وممكن اغير هنا النص باريس، اغير ده مثلا وليكن اغير نص، ولا ان فعلا النص بيتغير. فاذا الخلاصه، ممكن احول النص الى تكست عن طريق باص، اوبجكت تو باص. ثانيا، عشان اضيف للتكست فلتر او تكتشر، مش لازم احوله الى باص، ممكن اضيفه اوتوماتيك على التكست. ده عندي تكست ممكن اغير فيه في الفونت، فعندي هذا التكست ممكن اغير في الفونت هكذا.
وهكذا. وايضا هنا عشان اضيف بتر ممكن اغير في الفونت. ممكن اغير في الفونت، اغير في التكست، اضيف باترن، مش شرط احوله الى باص. ده كده بالنسبة للتكست، وده كده معظم الادوات المهمة في التكست تول.